السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تعرف أي منتصف خشب عايز تجيب الحتة اللي في النص من هنا أو من هنا، تجيب النص بالظبط وتعلمه عشان تعمل أي حاجة. هنعمل النهاردة حاجة ممكن تستخدم حاجات عندك في الورشة، أي نوع خشب أي نوع حاجة، ونعملها وتبقى بالنسبة لك مش هتستغنى عنها، تعرف منتصف أي حاجة عندك. يلا بينا. نسيبها ساعة ونشيل الكلام ده وننظف. طيب دي 12 سنتي، فهنحاول عند الستة ونحط نقطة هنا. هناخد بس علامة في النص، دي مش لازم تبقى يعني ايه سليمة 100%، بنحاول على قد ما نقدر، بس هناخد في النص وهنحاول نجيب النص هنا برضو بنفس الطريقة. الجهاز اللي انا عايز اعمل زيه هو الاتنين دول برضو مع دي، فلو عملنا كده المفروض نجيب النص هنا في الحتة دهيت، بنعلم عليها عشان اعمل ايه دوسة صغيرة كده، يبقى انا جبت النص بتاعها. هنسيب البنطة في حتة الخشب ونسيب الدبوس مدلدل زي ما احنا شايفين، وهنا في خرم عند الدريل، فانا كل اللي بعمله ان انا هحط الدبوس ده هنا، انشن كده لغاية ما ايه يثبت، وبعد ما هيثبت ندور عليه او كده ثبت، بعد ما هيثبت هنزل هخرم هنا، وبعد ما اخرم هنا بلف واخلي الدبوس زي ما هو واخرم هنا تاني، يبقى كده بعد ما عملنا كده هروح هنا، يبقى انا كده ايه عملت نفس المسافة بين ده وده. نفس الطريقة دي يا جماعة، هنعمل كده، بعد كده هنروح هنا بالظبط في النص ونبتدي تاني. كده يبقى جبنا نفس المسافة.
طيب يا جماعه، بعد ما خلصنا لو عايزين نشوفها يعني بتستخدم ازاي، بنحط الاثنين دول كده عكس عكس ونتاكد انه دي لمسه كويس كده، وبنمشي بنعمل خط. فالخط طبعا مش هيبان هنا عشان ده ممكن تعملها بقلم رصاص او انا اعملها بسن عشان يعمل قطع بسيط. لو انا مش عايز اعلم بالرصاص بمشي يعمل كده بلاقي الخط مش هيبان طبعا في النص. ولو عايز اتاكد ان هي سليمه بعد ما بخلص بقلبها الناحيه الثانيه برضو واعمل كده، همشي الاقي نفسي ماشي على نفس الخط. اتمنى الفيديو يعني ده ممكن تعمله عادي مش لازم بالحاجات اللي انا عملت بيها دهيت. واللي يقول لي ايه دول يعني يبقى جدع، الحتتين الزرارين دول جبتهم منين؟ يلا اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.